الله. البداية من السعودية، حيث أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن دول الحصار الأربع وافقت جميعا على استعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية. وأعرب الوزير السعودي بعد تلاوة البيان الختامي لقمة العلا عن سعادته لعودة كل القضايا المعلقة إلى طبيعتها. الحمد لله وتوفيقه ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول الأعضاء وأيضا مصر، وسوف يكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة واستقرارها. وقال بن فرحان في المؤتمر الصحفي الختامي إن ما حدث في القمة الخليجية رسالة إلى العالم أجمع على قدرة دول الخليج على تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة بعد اتفاق العلا. وهي بذلك ترسل رسالة إلى العالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن حكمة أصحاب الجلالة السمو الفخامة قادرة بعد مشيئة الله تعالى على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان، آملين أن يكون ما تحقق هذا اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية. كما أكد وزير الخارجية السعودي على أهمية تعزيز العلاقات وتغليب المصالح العليا وترسيخ مبادئ حسن الجوار وتأكيد كل الدول المعنية عدم المساس بسيادة أي منها. يدعوها لمزيد من توطيد تلك العلاقات وتغليب مصالحها العليا بما يعزز أوصار الود والتآخي بين شعوبها ويرسخ مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بينها ويحقق أعلى صور التعاون بينها في مختلف المجالات، وبما يجنبها أي عراقيل قد تحول دون تكاتفها وتعاونها، حيث أكدت الدول الأطراف تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال، ووقوفها التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها. وكانت قد اختتمت أعمال القمة الخليجية 41 في مدينة العلا، والتي شهدت حضور قادة وممثلي دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة مصرية وأمريكية. وشهدت القمة التوقيع على أعلان العلا الذي تضمن التأكيد على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي. المصالحة الخليجية وقمة العلا، أولها عناق سعودي قطري وختامها توقيع على اتفاق العلا. القمة التي حملت اسم قابوس والشيخ صباح يراها الجميع ناجحة في جمعها لشتات البيت الخليجي. تقول صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن القمة ستسمح بعمل الدول الخليجية معا. تحتضن التئام البيت الخليجي المملكة السعودية وتتخوف من تنامي البرنامج النووي الإيراني. ونحن اليوم ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطة إرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. تركز الكويت على سلامة البيت الخليجي وتبارك مجرى التوصل إليه. وإذا تقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في الإعلان اليوم أن توصلنا إلى توقيع على بيان العلا، فإننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذل في هذا الصدد المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح. في مدينة العلا غربي المملكة السعودية يلتقي القادة الخليجيون لبيت سدت بعض حدوده ومنافذه قبل نحو 4 سنوات بين المملكة السعودية ودولة قطر، مفتوحة تلك الحدود قبل التلاقي الأول وممتد ذاك الفضاء برا وبحرا وجوا. الآن على طاولة قمة العلا ينبغي النظر إلى فضاءات أخرى، فقد تغير في السنوات القطيعة الدبلوماسية ما تغير،
امتدت التحالفات لكل دولة في اتجاهات لا تتناسب اليوم مع من يلتقون في العلا. فقد تم الاتفاق. يدرك الجميع تلك التباينات. ربما الحرص على تجاوزها وتدارك المصلحة الخليجية أولى من الوقوف عندها. فقد شدد البيان الكويتي على أنه تم الاتفاق على معالجة المواضيع كافة ذات الصلة في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية. يريدونها جامعة. يؤكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنها ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف تترجم تطلعات لم الشمل. الإمارات رحبت بخطوة إعادة فتح الحدود، وغرد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر: إننا أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية. كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بقرار إعادة فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر. قمة العلا ثمار غراس كويتي رافق الأزمة منذ بدايتها للوصول بها إلى صلح سيحضر توقيعه مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وفق صحيفة وول ستريت جورنال. هذا وغادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدينة العلا بعد اختتام القمة الخليجية، وبعث ببرقيتين للعاهل السعودي وولي عهده شكرهما فيهما على الحفاوة وحسن الاستقبال. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقابلة ثنائية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العمل الخليجي مشترك. من المعبر الحدودي البري أبو سمرة بين قطر والسعودية تنضم إلينا مراسلتنا سونيا الوافي. أهلا بك سونيا. ما زلنا في تفاعلات هذه المصالحة الخليجية وتحديدا فيما يتعلق بردود فعل الشارع القطري عليها، وأيضا إذا ما كان هناك أي مستجدات من حيث تتواجدين في معبر أبو سمرة. شكرا وسام. نبدأ من حيث أنا الآن موجودة من معبر أبو سمرة أو منفذ سلوى كما يسمى في الجانب السعودي. كما تشاهدون المعبر ما زال خاليا من المسافرين، لا توجد سيارات إلى حد الآن، لم يفتتح أو لم يتم إعادة فتح المعبر رسميا، ولكن القرار اتخذ والاتفاق تم إبرامه كما أعلن وزير الخارجية الكويتي بالأمس أحمد ناصر الصباح. طبعا هناك تغييرات افترأت على المعبر مقارنة بما كان عليه قبل الاتفاق. تم رفع الحواجز التي كانت موجودة من الجهتين، وكذلك تم إعادة جلب الموظفين بصفة كاملة. يعني في مدة الإغلاق التي دامت 3 سنوات ونصف تقريبا، الموظفين الذين يداومون في المعبر نسبتهم 30%، حاليا عادت نسبة الموظفين إلى 100%. يعني المعبر جاهز لاستقبال المسافرين والشاحنات التي تمر بصفة يومية ودورية من السعودية في اتجاه الدوحة ومن الدوحة باتجاه السعودية ذهابا وإيابا. يعني سيارات المسافرين أيضا، يعني عدد السيارات الذي كانت تمر من هذا المعبر يوميا تتراوح بين 1000 وتصل إلى 2000 سيارة يوميا في نهاية الأسبوع. عدد الشاحنات يوميا بين 600 و800 شاحنة. يعني هو المنفذ الوحيد البري بين السعودية وقطر، ويعج يوميا بالسيارات والشاحنات التجارية. نتحدث عن ردود الفعل اليوم في الدوحة، وهو النصف الأول من سؤالك وسام. طبعا كان يوما حافلا بالأحداث والأخبار التي تأتينا تباعا من المملكة العربية السعودية، وتحديدا من محافظة العلا غربية المملكة، حيث القمة الخليجية التي عقدت بحضور كافة زعماء الخليجيين، وتم إبرام الاتفاق وتوقيع بيان العلا الذي يتحدث أو يلتزم به جميع الأطراف بإنهاء الأزمة الخليجية ومواصلة السير معا كل الأطراف وكل دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد المواقف السياسية بالإضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله والكيانات الإرهابية والمنظمات الإرهابية. شكرا جزيلا لك سونيا الوافي مراسلتنا على كل هذه التفاصيل من معبر أبو سمرة.